السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي كونكت بلس، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من الوحدة الثانية، وده الخاص بالجرامر. والجرامر في الوحدة دي شكل ما قلنا بيتكلم لي عن حاجتين اتنين، the past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، وبيتكلم لي عن ال present perfect زمن المضارع التام. تعالوا نشوف يلا أهم الحاجات فيها قبل ما ندخل على الحلول بتاعتنا. بس قبل ما نبتدي يلا، لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. طبعا حبايبي بالنسبه للجزء الاول، وده بيكلمني عن الباست سمبل تنس اللي هو زمن الماضي البسيط. طبعا حبايبي شكل ما قلنا ان زمن الماضي البسيط عباره عن تصريف تاني للفعل. التصريف التاني ده بيكون ريجولر يعني منتظم، او الريجولر يعني غير منتظم. بعرف الفعل المنتظم ازاي؟ بلاقي في نهايته دي او اي دي او اي اي دي، او بيضاعف الحرف الاخير ويحط الاي دي. طالما ضفت دي او اي دي او اي اي دي على اصل الفعل حبايبي، فبقول على الفعل ده regular verb يعني فعل عادي. عندنا مثلا كلمه شكل كلمه change، طبعا الفعل ده بينتهي باي، فبالتالي احط له دي بس فيبقى changer. عندنا travel زودت له اي دي لانه ما بينتهيش باي. عندنا cry الواي طبعا قبلها حرف ساكن فبقلب الواي الاي اي دي. لكن قلنا كلمه شكل كلمه play يلعب، احط اي دي عادي خالص. ليه حبايبي؟ لان الواي هنا قبلها حرف متحرك، يبقى اذا انا بقلب الواي في حاله واحده لما يكون الواي قبله حرف ساكن. طبعا عارفين اذا انتهى الفعل بحرف ساكن قبله حرف متحرك بضاعف الحرف الاخير، شكل عندنا كلمه stop حبايبي تبقى stopped يعني توقف. هنا ضعفت ليه؟ ادي ساكن متحرك ساكن. عندنا كلمه drop بلاقي الماضي بتاعها dropped برضو ضاعف الحرف الاخير. اما بالنسبه للافعال الشاذه حبايبي، فهي الافعال اللي ولا بضيف لها دي ولا اي دي ولا اي اي دي في نهايه الفعل. يعني الفعل بيتغير شكله او بيخليه شكل ما هو، شكل drink drank sleep slept see saw swim swam win won buy bought cut cut and go win. دي كلها بقول عليها irregular verbs يعني افعال شاذه. ليه؟ اتغير شكلها او خليتها شكل ما هي، شكل كات كات كده، ولكن ما زودتلهاش ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. فطبعا حبيبي لما يجيب لي جمله شكل دي يقول لي she listened to music يعني هي استمعت الى الموسيقى. طبعا هنا بقول ان الجمله دي في الزمن الماضي لان زود على الفعل اي دي، والفعل ده بقول عليه regular يعني منتظم. لما اقول هي built our city يعني هو بنى، بتقول لي اه built دي جايه من كلمه build، build يعني يبني، اتغير شكلها فبقول عليه فعل غير منتظم او irregular verb. طبعا حبيبي انا عارف ان بنفي جمله في زمن الماضي بكلمه didn't، يعني لما اجي انفي اي فعل في زمن الماضي بحط قبله didn't حبيبي، وبعدين برجع الفعل ده لمصدره. فمثلا لو بقول لي she listen to music المثال اللي فوق، وبقول لي تعالى يلا ننفي، المفروض ببدا بالفعل she قبل الفعل جاب لي didn't، وهنا بقى لازم حبيبي خلي بالي ان انا برجع الفعل لمصدره. برضو نفس الكلام لما قال لي he built our city، فقلت he didn't build our city. طبعا الكلمات اللي بشوفها حبيبي بعرف ان الجملة في الزمن الماضي، او بقول على ان الزمن ده ماضي بسيط، هي in the past في الماضي ago yesterday once last year last month last week and Tuesday. دايما كنا بنقول yesterday last ago، دي كلها حبايبي من علامات الماضي البسيط. طبعا حاجة مهمة جدا حبايبي لازم ألاحظها، هو إن كل الأفعال اللي في الماضي بنفيها بكلمة didn't إلا was were. was were هما الفعلين اللي أنا ما أقدرش أنفيهم بديدنت وأرجعهم لأصلهم. أمال قال لي was في النفي بتبقى wasn't، were بتبقى weren't. إذا كان الجملة فيها was were ما نفيش بديدنت، حنفي was wasn't were weren't. بالظبط لما أقول لي grandpa was in the village، لو أنا عايز أنفي الجملة دي فحول grandpa wasn't in the village يعني ما كانش في القرية. بعد كده حبايبي مديني زمن ال present perfect اللي هو المضارع التام. وطبعا حبايبي طالما قلنا على الزمن انه تام لازم يكون في verb to have والتصريف التالت. طبعا زمن المضارع التام حبايبي بيكون من have or has plus the past participle يعني التصريف التالت للف. وقلنا حبايبي ان التصريف التالت في الافعال العادية هو هو التاني، اما في الافعال الشاذة ساعات بيختلف عن التاني، وساعات بيبقى شكل التاني وساعات بيبقى شكل الاول، اذا ملوش قاعده يعني لازم يتحفظ شكل ما هو. فلما يقول لي وليد has traveled by bus taxi and train، طبعا حبايبي هنا ادي has
وادي باس بارتيسيبل تصريف ثالث، فبقول على الزمن ده مضارع تام. لما اقول لي they have worked as teachers since 2011 يعني هم اشتغلوا مدرسين منذ 2011، هتقول لي they have، وادي الباس بارتيسيبل، فبقول على الزمن ده present perfect يعني مضارع تام. وهنا لازم الاحظ ان I و we و they و you بياخدوا have، انما he و she و it والاسم المفرد طبعا بياخدوا has. طبعا قلنا لما اجي انفي زمن المضارع البسيط حبايبي have بتبقى haven't و has بتبقى hasn't، وبكده يبقى انا نفيت والفعل بيجي في الباست بارتيسيبل شكل ما هو. يعني لو قال لي they have played يبقى النفي بتاعها they haven't played، لو قال لي he has watched او له he hasn't watched. يعني يا مستر ما نرجعش الفعل الاصله، هتقول لي لا ما ينفعش ارجع الفعل الاصله بعد have و has، لازم يكون تصريف ثالث. طبعا قلنا حبايبي كمان ان have و has لو جم في اول السؤال اكيد بيكون معناهم هل، شكلهم شكل اي فعل مساعد وبجاوب عليه ب yes or no. يعني لما يقول لي have they seen an elephant، لاحظ ادي have وادي الفعل وادي التصريف الثالث، يبقى معناها هل هم راوا فيل. طبعا لو جاوبت ب yes بطلع ابدل فاقول yes they have، طب لو قلت no هقول no they haven't. طبعا الكيوردز يعني الكلمات الدالة على المضارع التام خدنا already، خدنا since، never، ever، yet، and for. بس يد دي بتيجي في حبايبي النفي والسؤال، تاني يد بتيجي في النفي والسؤال، وever شكل ما احنا عارفين في معظم الاحوال بتيجي في السؤال، لكن عادي برضو تيجي في الجملة المثبتة. طبعا شكل ما قلنا ان كلمة ever دايما بيجيبها لي في السؤال في المضارع التام، يعني ببص تلاقيه بيسأل ب have او has، وبعدين بيجيب للفعل، وبعدين يحط لي ايفر قبل الفعل، ودي بتستخدم عشان اسال بيها عن تجارب سابقه، يعني اذا كان الشخص فعل الحاجه دي قبل كده ولا لا. بمعنى نبص في المثال ده، بيقول لي has your sister ever made فسيخ؟ يعني هل اختك سبق لها عمل الفسيخ؟ for شم النسيم؟ يعني لشم النسيم. طبعا لو جاوبت بيس هقول yes she has، ولو no no she hasn't. طبعا هنا حبايبي لو حد long answer يعني إجابة طويلة بجيب بدل ever أكيد في الإجابة never. تاني لو بيسأل ب ever وأنا هجيب إجابة طويلة والإجابة دي منفية هجيب بدل ever never. يعني بص كده بقول لي he has never eaten صيادية، يعني عمره ما أكل الصيادية. لو أنا بقول لك مثلا have you ever traveled abroad، يعني هل سبق لك السفر الى الخارج؟ والله لو انت بتجاوب بنو هتقول نو واطلع ابدل فاقول نو اي هاف، بس ايفر حبايبي هتبقى نيفر فاقول نو اي هاف نيفر واكمل عادي خالص traveled abroad. يبقى دايما لو السؤال فيه ايفر وانا بجاوب اجابه منفيه طويله بحط بدل ايفر نيفر. تعالوا نشوف حبايبي بقى التدريبات اللي موجوده في صفحه 54. بقول لي شريف has eight fish from the Nile many times، هتقول لي هذا يا مستر اللي بيجي وراها لازم يكون past participle تصريف ثالث، فلازم يكون eaten. طبعا التصريف الثالث من eat eaten، وهنا بقى مهم جدا حبايبي ان انا احفظ التصريفات الثالثه للافعال. اللي بعدها بقول لي has you traveled on a ship before، طبعا هنا هل سبق لك السفر على متن سفينه من قبل؟ طبعا هتقول لي يو يا مستر ما بتاخدش has، يو بتاخد have. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي سلمى has do her English homework، هتقول لها مستر has بيجي وراها تصريف ثالث فلازم اقول done. نمبر 4 بيقول لي has حمزه never visited Cairo، قلنا في السؤال حبايبي بيجيب ever مش never. نمبر 5 بيقول لي I have never fly in a plane before، هتقول لي have بيجي وراها past participle والتصريف الثالث حبايبي من fly هو flown، يبقى have you ever flown. نمبر 6 بيقول لي he has visit a zoo park، هتقول لي has بيجي وراها تصريف ثالث فهتقول لي visited. نمبر 7 بيقول لي حمدي play football yesterday، هتقول لي لا بقى ده مستر yesterday من علامات الماضي فهتقول لي played بس، يعني تجيب الفعل في التصريف الثاني. تعالوا نشوف نمبر 8 بيقول لي has mom ever make pizza، هتقول لي has mom ever، هتقول لي made. ليه يا مستر؟ هتقول لي لان has و have بيجي وراها past participle. نمبر 9 بيقول لي has وليد travel by train، هتقول لي has يا مستر بيجي وراها تصريف ثالث فالمفروض بدل travel تبقى traveled. طب تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي we didn't visited Aswan before، هتقول له يا مستر
عندنا فيزيتد ده تصريف تالت، والتصريف التالت ما ينفعش اجيب قبله didn't، لان لو انا عايز didn't يا مستر هيجيب لي الفعل في المصدر، فبالتالي هقول we haven't تاني we haven't، يعني احنا ما زورناش اسوان قبل كده. تعالوا نشوف حبايبي، يلا السؤال الاختياري اللي بعده نمبر 2، بيقول لي that smells really good you bake the cake، هل انت خبزت كيكه؟ طبعا هنا حبايبي ار بيجي وراها فعل في اي ان جي، دو بيجي وراها مصدر، يبقى هاف وهاز. طبعا يو بتاخد يا حبايبي هتقول لي هاف، فهقول هاف يو بيكت ا كيك. نمبر 2 بيقول لي هاف يو ايفر ايتو تشاينا، طبعا حبايبي هاف وهاز بيجي وراها باست بارتيسيبل، فالتصريف الثالث من فيرب تو بي حبايبي هو بين. نمبر 3 بيقول لي ذي جون تو ا بوب ميوزك كونسرت، طبعا بتقول لي ان جون ده باست بارتيسيبل تصريف ثالث، فما ينفعش يجي قبله ولا داز ولا ار، امال هيجي قبله ايه؟ هتقول هيجي قبله هاف او هاز، فاقول they have gone they have gone. تاني they have gone to a pub music concert. طب تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي have you ever had fish soup؟ هتقول لي yes I، طبعا هنا بعد ما اجاوب ببدل يو اتحولت ل I فاجيب وراه على طول have. نمبر 5 بيقول لي I you a story already، طبعا قلنا already حبايبي من علامات مضارع تام، فالمفروض اقول I have told، طبعا I بتاخد have حبايبي. نمبر 6 بيقول لي grandma has full مدمس for dinner، طبعا has ايه اللي هيجي وراها؟ هتقول لي يا مستر past participle تصريف ثالث، فعشان كده هقول made. تعالوا نشوف حبايبي كده بيج 55 صفحة 55، نمبر 7 بيقول لي ايه a famous person last weekend، last دي حبيبي من علامات، هتقول لي من علامات الماضي البسيطة مستر، فبالتالي هختار مات يعني قابلت. نمبر 8 بيقول لي the children ate the lost bobby already، هتقول لي already دي من علامات مضارع تام، children دي مالها؟ هتقول لي جمع، فعشان كده هاخد have found. نمبر 9 بيقول لي she ever slept in her school، طبعا ادي ever وادي past participle، فعلى طول هاخد has، لان she بتاخد has حبايبي، يبقى has she ever. نمبر 10 بيقول I'm sorry but I finished my homework yet، قلنا yet مضارع تام بس ايه؟ هتقول لي منفي، فبالتالي لازم اقول but I haven't، but I haven't finished. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الثالث الاختياري، بيقول they have saw or seen him several times before، يعني هم شافوه مرات عديدة قبل كده، هتقول لي have بيجي وراه past participle يبقى seen. طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقول we have or has never been to England، هتقول له we بتاخد have يا مستر. طب اللي بعدها بيقول لي have you never or ever traveled by plane، هتقول لي لما اسأل عن التجارب السابقة بجيب كلمة ever. نمبر 4 بيقول لي yesterday it was or were rainy and stormy، هتقول له يا مستر it بتاخد was ما بتاخدش where. نمبر 5 بيقول I went or I gone to bed early yesterday، yesterday من علامات الماضي، فبالتالي هختار تصريف تاني يبقى went. نمبر 6 بيقول لي did or has Ferris traveled by train، قال لي yes he did، طبعا اجابه فيها did اكيد، يبقى السؤال ب did. طب قدر يا مستر ما كانش فيه did، هقول لك شوف هنا الفعل ده هتقول travel، travel ماله؟ هتقول له مصدر، المصدر ما ينفعش يجي ورا has، فبالتالي برضه هي did. نمبر 7 بيقول لي do or have you ever been to New York، طبعا يا مستر في كلمه ever وادي تصريف ثالث، مستحيل اجيب do لان do بيجي وراها مصدر، فبالتالي هقول have. تعال نشوف نمبر 8 بيقول I didn't or I haven't drink milk for breakfast yesterday، هتقول له yesterday دي ماضي بسيط. ثانيا كلمة drink دي يا حبايبي هتقول له مصدر، والمصدر بيجي قبله didn't، ما ينفعش يجي قبله haven't، ليه؟ هتقول لي haven't بيجي وراه past participle تصريف تالت. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي did he go or went to the zoo 3 days ago، اجو من علامات الماضي، في did حبايبي يبقى لازم فعل يرجع لاصله، يبقى لازم اقول ها go. نمبر 10 بيقول لي we saw or seen a comic film last night، هتقول لي last من علامات الماضي، فلازم اقول وي سو لان سو هو التصريف الثاني. تعالوا نشوف حبايبي يلا تيست 2 اللي موجود في صفحه 56 صفحه 56، طبعا المفروض ان هو جايب لي listening، المفروض ان انا بستمع وبعد كده بختار. بيقول رواندا از ا كونتري ان افريكا، many visitors to Rwanda can have an amazing rainforest adventures. The bridge is in the highest part of the trees so you can see a lot of monkeys.
طبعا هنا بقول رواندا is a country in، اكيد هقول in Africa، في افريقيا. Number two بقولي visitors to Rwanda can have an amazing rainforest، هتقولي adventure يعني مغامرة. Number three بقولي the bridge is in the highest part of the، اكيد of the trees، للاشجار. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال التاني. عندنا كلمة canyon، هنا canyon حبايبي معناها وادي عميق. عندنا كلمة waterfall يعني شلال. عندنا كلمة wonders يعني عجائب. عندنا كلمة noise يعني ضوضاء. عندنا كلمة storm يعني عاصفة. بقول Africa has some of the most famous natural wonders in the world، يعني فيها أشهر العجائب الطبيعية اللي موجودة في العالم. Victoria Falls يعني شلالات فيكتوريا is one of the natural أكيد wonders، يعني واحدة من العجائب الطبيعية. This enormous A is on the Zambezi River، بقول لي الإيه الضخمة دي على نهر زامبيزي، أكيد هتقول waterfall، يعني waterfall حبيبي الشلال الضخم ده. On the border between Zambia and Zimbabwe، يعني على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي. Every minute over 5 million cubic meters of water falls into a big A، واللي كل دقيقة كده 5 مليون متر مكعب من المية بتسقط في الـ A، which the water has eroded، أكيد حبايبي هتنزل في الوادي العميق، يبقى canyon. Which the water has eroded اللي نحتته المية. When the water falls it makes a lot of، بقولي لما المية بتنزل أكيد بتعمل noise، ونoise حبايبي بمعنى ضوضاء. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الاختياري. Number one بيقولي A travel to places where a hurricane is forecast، مين اللي بيسافروا للمناطق اللي بيبقى فيها احتمال حدوث اعصار؟ شكل ما قلنا قبل كده حبايبي اسمهم storm chasers، تاني storm chasers يعني مطاردي العواصف. تعال نشوف number two بيقولي A crater is a large round hole in the middle of a، اكيد طبعا الفوهة دي فوهة البركان، فيبقى in the middle of a volcano. طب تعال نشوف number three بيقول لي you have to be very careful it's a very a place، لازم تكون حريص لان ده مكان ايه جدا، هتقول لي it's a very dangerous place يعني مكان خطير جدا. number four بيقول طارق a to London three times، اكيد طبعا طارق راح لندن، طالما جاب لي عدد مرات حبيبي فده يبقى مضارع تام، والمضارع التام هو has been to، has been to حبيبي معناها زارة وعادة، تاني has been to معناها زارة وعادة. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الرابع وسؤال. واللي سما has ever met a famous doctor، طبعا هنا في النفي هجيب كلمة never، يبقى عمرها ما قابلت طبيب مشهور. طب تعالوا نشوف number two، واللي هبة عند تقى has eaten a lot of pizza، هتقول له هبة وتقى دول جمع، يبقى ياخدوا يا حبايبي have، برافو عليكم. طب تعالوا نشوف يلا سؤال الترتيب. بيقول made volcanoes is Mount Kilimanjaro three of، طبعا عايز اقول ان جبل كليمنجارو ده مكون من ثلاث براكين، فهقول Mount، طبعا الكي كمان كابيتال، كليمنجارو is made of، ودي كلها على بعضها معناها مصنوع من، هجيب بقى الرقم بتاعي 3 volcanoes، تاني 3 volcanoes يعني تلات براكين. طب تعال نشوف اللي بعدها. veins do what arteries and carry، طبعا عايز اقول ماذا تحمل الشرايين والاوردة، فاذا هقول what فعل مساعد بتاعي do arteries شرايين and veins والأوردة carry، يبقى ماذا تحمل الشرايين والأوردة. تعال نشوف number three بولي very hot is desert the صحراء، طبعا عايز أقول الصحراء الكبرى حرة جدا، فحقول the صحراء desert is very hot، الصحراء دي حرة جدا. تعالى حبايبي يلا نشوف سؤال القطع. بيقول volcanoes look like mountains، بيقول البراكين بالظبط شكل الجبال. volcanoes can be called fire mountains، there are a lot of volcanoes in the world، يعني في براكين كتير في العالم.
some are sleeping بعضها خامت حبايبي and some are awake وبعضها نشط. When the volcano is awake we say the volcano is active. لما بيكون مستيقظ الشكل ما بنقول فبنقول عليه نشط، هو كده كده نشط. This means hot rocks comes out of the top. وده معناه ان الصخور ملتهبة بتطلع من القمة. This can happen fast or slowly. ده ممكن يحصل بسرعة او ببطء. When the rock is very hot لما الصخور بيكون ساخنة جدا it's called lava. بيبقى اسمها حمم بركانية. This rock or lava moves like slow water بتمشي حبايبي شكل المياه البطيئة. It can burn trees ممكن تحرق الأشجار forests الغابات and even houses حتى البيوت. Scientists try to study volcanoes to know when a volcano erupts. طبعا العلماء بيحاولوا يدرسوا البراكين دي عشان يتمكنوا من انهم يعرفوا امتى البركان يصور. This is important to help people be safe وده مهم عشان يساعد ان الناس تبقى في امان. تعال نشوف السؤال الاول بيقول لي what do volcanoes look like؟ يعني البراكين دي شكلها عامل ازاي حبيبي؟ طبعا هنا وقال لي look like mountains يعني بالظبط شكل الجبال. تاني mountains يعني الجبال. number 2 بيقول لي what's the lava؟ طبعا ايه هي الحمم البركانيه؟ طبعا الحمم البركانيه دي شكل ما قلنا حبيبي عباره عن hot rocks. hot rocks يعني صخور ملتهبة. تاني hot rocks يعني صخور ملتهبة. تعال حبيبي نشوف السؤال الاختيار الاول بيقول volcanoes can be called a mountains. قلنا ان البراكين دي ممكن تسمى جبال النار فبالتالي هقول fire mountains. طب تعال نشوف number 4 بيقول scientists try to know when a volcano ايه. طبعا العلماء بيحاولوا يعرفوا امتى البركان اكيد بيصور. يعني يصور حبيبي erupts. تاني erupts معناها يصور. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال السابع معانا هو سؤال الريدر. عندنا كلمة father يعني أب، عندنا mother يعني أم، وعندنا كلمة brave يعني شجاع. number one بيقول جوباري followed his A for the first year. طبعا جوباري كان ماشي مع مامته فبالتالي هقول mother. number two بيقول جوباري was very A. طبعا كان شجاع يبقى brave حبايبي يعني شجاع. طب تعال نشوف number one بيقول both true or false. There are acacia trees in the desert. يعني في أشجار الأكاسيا في الصحراء. أكيد طبعا دي true. تعال نشوف number 2 بولي وادي of the gazelles is the perfect place for the gazelles. طبعا قلنا ما اسموش وادي الغازلز، اسمه وادي of the camels أو وادي الجمال فبالتالي هقول false خطأ. طبعا هنا حبايبي مديني باراجراف بسيط خالص وبيقولي اتكلم فيه عن man made wonders. قلنا حبايبي man made يعني من صنع الانسان. تاني man made من صنع الانسان. of Africa طبعا اللي موجودة بس في افريقيا. عندنا كلمة painting يعني رسومات. archaeologists يعني علماء اثار. ruins يعني اطلال او اثار. incredible يعني لا يصدق. وعندنا sphinx اللي هو ابو الهول حبايبي. وhistory يعني تاريخ. طبعا حبايبي عشان ابتدي الباراجراف في شكل ده لازم اتكلم عن القارة الافريقية في الاول انها مكان رائع. فلازم اقول the African. خلي بالكوا حبايبي لازم اسيب indent. the African continent يعني القارة الافريقية. is an amazing place يعني حبايبي مكان مدهش. طبعا حبايبي لازم اقول ان هي فيها عجائب طبيعية كتير الاول. فهقول it has many wonderful natural wonders يعني فيها عجائب طبيعية رائعة. It also has a lot of man-made wonders يعني كمان فيها عجائب من صنع البشر. طبعا هنا ممكن اتكلم عن مصر لان مصر موجودة في افريقيا. يعني مثلا هقول in Egypt يعني في مصر. there are
A lot of temples. يوجد العديد من المعابد with beautiful paintings. يعني برسومات ودهانات رائعة. ممكن أقول many archaeologists. يعني كثير حبايبي من علماء الآثار come from all over the world. يعني بيجوا من جميع أنحاء العالم to study عشان يدرسوا the ruins قلنا اللي هي البقايا أو الأطلال أو الآثار in Egypt اللي موجودة حبايبي في مصر. طبعا ممكن أتكلم عن السفنكس وأقول one of the most incredible man made wonders is the Sphinx. يعني حبايبي أبو الهول وأقول إن هو بيقول لنا وبيخبرنا الكثير عن تاريخ مصر. يبقى أقول it tells us a lot about the history of Egypt. يعني بيحكي لنا كتير عن تاريخ مصر. انا كده حبايبي كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا عن قارة افريقيا وازاي ان هي قارة رائعة فيها كتير من العجائب اللي من صنع الانسان وكمان العجائب الطبيعية. وكده حبايبي احنا انتهينا من حل تمرينات الوحدة التانية بالكامل سواء vocab او grammar. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنت فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله ودي هيكون فيها حل الوحدة التالتة بالكامل سواء vocab او grammar. يلا شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.